نذكر بأن كييف الآن كما ذكر لنا حذيفة تشهد شبه فراغ تام، الناس كلهم في الملاجئ وهناك من ينتظر أن أي وسيلة نقل لكي يتم نقله إلى مكان آمن في ظل ليلة طويلة تعرضت فيها كييف لقدر كبير من القصف الصاروخي والمدفعي واشتباكات في محيطها وأنباء متضاربة عما إذا كانت وزارة الطاقة الأوكرانية سقطت بيد القوات الروسية على محطة كييف للطاقة الكهرومائية.